أعزائي المشاهدين، نجمنا الكبير الكابتن ضياء السيد مدرب عام منتخبنا الوطني السابق، برحب بيك من خلال شاشة تلفزيون حياة في المغرب ورؤيتك لمباراة الأهلي وجوانزو، وأكيد يمكن جاي هنا تنسى حاجات كتير قوي يا كابتن. أولاً أنا برحب بيك يا مهيب طبعاً، وطبعاً أنت مش غريب على كل المناسبات الكبيرة، دايماً قناة الحياة متواجدة من خلال مهيب الرهيب. مهيب الرهيب بشكرك طبعا، احنا كنا نتمنى النادي الاهلي يكسب، لكن برضو حصلت ظروف معاكسة في المباراة، وعايز اقول انه فرقة الصين كانت واخدة، يعني خدت من الاعلام عندنا حجم اكبر من اللي انا شفته في الملعب. يعني انا برضو من خلال التدريب انا شفت ان ليبي مهتم جدا بالتنظيم الدفاعي كعادة كل الطلاينة، ويمكن ده اللي تعب النادي الاهلي. كان موقف الفرقه بس بالظبط، تعب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، خصوصا في الكروسات العرضيه اللي كان بيعملها وليد وبيعملها احمد فتحي او شديد. ما اعتقدش ان احنا خدنا حاجه فيها غير الغلطه بتاعت الجول الكيبر اللي استغلها عماد متعب ولعبها لابو تريكه وما كانش فيها توفيق. يعني ان شاء الله الخامس والسادس انه يوفق في المباراه، لانه فوز برضو في البطوله بيبقى بيخلي الشكل كويس.